بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بدأ ذي بدء، أشكر وأتقدم بالشكر الجزيل إلى كل القائمين والمنظمين لهذه الندوة، فأقول لهم جزاكم الله خيرا، أشكرهم على حسن تواصلهم معنا، وأشكرهم على حسن ضيافتهم، ولما لا وهم يتمثلون قول الشاعر: يا ضيفنا لو زرتنا لوجدتنا نحن الضيوف وأنت رب المنزل. عنوان مداخلتي: عربية القرآن تأثيلا ووضعا واستعمالا. اقتضت حكمة الله تعالى أن يحاجج الأمم بما برعوا فيه، فقد بعث موسى عليه السلام في وقت شاع فيه السحر، فكانت عصاه معجزة إلهية أذعن لها السحرة وكانوا أول من آمن. وبعث عيسى عليه السلام في وقت ذاع فيه الطب، فكانت تعالج فيه الأمراض المستعصية، ولكن عيسى عليه السلام بتأييد من الله تعالى كان يحيي الموتى بإذنه، وهذه درجة ما بلغها الطب قديما ولا حديثا. وبعث محمد صلى الله عليه وسلم في وقت فصاحة وبيان، فيه الشعراء والخطباء الذين كانوا يتفننون في أصناف الكلام، وكانت معجزته القرآن الكريم الذي أذهل العرب، حتى قال فيه خصومه: إنه يعلو ولا يعلى. والقرآن الكريم أيها السادة هو كلام الله المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكان معجزته. قال الله تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقد أقر كفار قريش بتميزه عن غيره من الكلام، فلما عقدوا مجلسهم الاستشاري لكف حجاج بيت الله عن استماع دعوة محمد صلى الله عليه وسلم ويجمع أمرهم ليقولوا قولا واحدا في محمد ودينه، فكانوا يصفونه مرة بالمجنون، ومرة بالكاهن، وأخرى بالشاعر، ورابعة بالساحر. وكان الوليد بن المغيرة ينكر أن يكون هذا الكلام، أي القرآن الكريم، يشبه غيره من كلام الناس، حتى قال: ما أنتم بقائلين من هذا شيئا إلا عرف أنه باطل، وإن أقرب القول فيه أن تقولوا ساحر. هذه توطئة يعني لعربية القرآن الكريم. أوردت بعض الدلالات للجذر العين والراء والباء عربة في المعاجم والقواميس العربية. فقيل: العرب هم جيل من الناس، والنسبة إليهم عربي بين العروبة، وهم أهل الأمصار، والعربية هذه اللغة الشريفة. ويعرب بن قحطان أول من تكلم بالعربية، والعرب العاربة والعرباء هم الخلص من العرب أي الأوائل، أما العرب المستعربة فهم الذين دخلوا فيهم من بعد. والعروبة بفتح العين هي يوم الجمعة،
والإبل العراب أي العربية، والمرأة العروب هي الضحاكة الطيبة النفس، وهن العرب. وعرب لسانه أي صار عربيا. وأعرب الرجل عن نفسه إذا بين وأوضح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الثيب يعرب عنها لسانها، والبكر تستأمر في نفسها. وأعرب كلامه إذا لم يلحن في الإعراب. أما دلالات الجذر عرب في القرآن الكريم وفي تفسير، فقد وردت كلمات كثيرة تحوي هذا الجذر، أي العين والراء والباء. أولا عرب أو عربا، وردت في سورة الواقعة الآية 37، قال الله تعالى: عربا أترابا، فسرها ابن عباس بعواشق، وقال الفراء: واحدهن عروب وهي المتحببة إلى زوجها. وقال الزمخشري: عربا وقرئ عربا جمع عروب وهي المتحببة إلى زوجها الحسنة التبعل. كلمة ثانية كلمة عربي، وردت هذه الآية في مواطن كثيرة، ولكنها مرة جاءت وصفا للقرآن، ومرة وصفا للسان، ومرة وصفا للحكم. أولا لسان عربي، وردت في مواطن كثيرة. في سورة النحل قال الله تعالى الآية 103: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. قال الزمخشري: معناه ذو بيان وفصاح. وردت كذلك في سورة الشعراء: بلسان عربي مبين. في سورة الأحقاف: وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا. يعلق الدكتور مازن المبارك على هذه الآية، يقول: ألا يعني كون العربية من مظاهر الإعجاز القرآني أنه ما من عربي مخلص لعروبته وقومه أيا كان دينه إلا وجب عليه الإخلاص لهذه اللغة؟ أولا يعني أيضا كون العربية لغة القرآن الكريم أنه ما من مسلم أيا كان جنسه وأيا كانت لغته إلا وجب عليه أن تكون العربية عنده فوق أي لغة. الوصف الثاني قرآن عربي، وردت في مواطن كثيرة. قال الله تعالى في سورة يوسف الآية الثانية: إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. في سورة طه: وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا. في سورة الزمر: في سورة فصلت في آيتين: كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا. إذن فسر معنى قرآن عربي في هذه الآيات أنه كتاب بالعربية، ليس كالكتب السالفة لأنه لم يسبقه كتاب بلغة العرب، فهو أول كتاب نزل بلغة العرب. الوصف الثالث حكم عربي، قال تعالى في سورة الرعد الآية 37: وكذلك أنزلناه حكما عربيا. قال الزمخشري: معنى حكم عربي حكمة عربية مترجمة بلسان عربي. وقال محمد طاهر بن عاشور: المعنى أنه حكمة معبر بها أو معبر عنها بالعربية، والمقصود أنه نزل بلغة العرب التي هي أفصح اللغات وأجملها وأسهلها، وفي ذلك إعجازه، فحصل لهذا الكتاب كمالان: كمال من جهة معانيه ومقاصده، وهو كونه حكما، وكمال من جهة ألفاظه، وهو المكنى عنه بكونه عربيا. الكلمة الثالثة هي كلمة الأعراب، وهذه وردت في مواطن كثيرة خاصة في سورة التوبة أو براءة. قال الله تعالى في الآية 90: وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم، وقال كذلك:
الأعراب أشد كفرا ونفاقا. وقال كذلك: ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما. وقال كذلك: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول. وقال كذلك: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق. إذن وردت في مواطن كثيرة، فسرها الزمخشري بأنهم أهل البدو، الأعراب المقصود بها هم أهل البدو. لكن هناك مسألة ينبغي أن نقف عندها، وهي التفريق بين عربي وأعرابي. فالعربي منسوب إلى العرب وإن لم يكن بدويا، والأعرابي هو البدوي وهم الأعراب. وقيل إن العرب اسم جنس، والنسب إلى الأعراب أعرابي لأنه لا واحد له على هذا المعنى. والأعرابي إذا قيل له يا عربي فرح بذلك وهش له، أما العربي إن قيل له يا أعرابي غضب لذلك. وقال الأزهري: والذي لا يفرق بين العرب والأعراب والعربي والأعرابي ربما تحامل على العرب بما يتأوله من هذه الآية الكريمة، وهي قوله تعالى: الأعراب أشد كفرا ونفاقا. سؤال: لماذا اختار الله عز وجل العربية لسان القرآن الكريم؟ طبعا هناك حكم قد نعلمها أو لا نعلمها، ولكن الأولى النبي محمد صلى الله عليه وسلم عربي وبعث في العرب، وقال الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. فكان منطقيا أن يكون القرآن بلسان عربي، لأنه لو كان بلسان آخر لقالوا لا نفهمه باختصار. المسألة الثانية: القرآن الكريم هو معجزة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تحدى الله العرب أن يأتوا بمثله. الآية ذكرناها من قبل: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فالقرآن نزل بلسانهم الذي يتكلمونه وينظمون به الأشعار الطوال، ولكن فيه بيان وبلاغة لم يألفوها، فلما تحداهم أن يأتوا بمثله كان لزاما أن يكون بلسانهم. نقطة أخرى: لما سمي العرب عربا؟ اختلف في سبب التسمية، وهناك أقوال كثيرة. قال بعضهم: أول من أنطق الله لسانه بلغة العرب هو يعرب بن قحطان، وهو أبو اليمن كلهم، وهم العرب العاربة. ونشأ إسماعيل عليه السلام ابن إبراهيم عليهما السلام معهم فتكلم بلسانهم، فهو وأولاده العرب المستعربة. وقيل إن أولاد إسماعيل نشأوا بعربة وهي من تهامة فنسبوا إلى بلدهم. وقال ابن فارس بأن الأمة التي تسمى العرب ليس ببعيد أن تكون سميت عربا، لأن لسانها أعرب الألسنة وبيانها أجود البيان. نقطة أخيرة وهي أهمية العربية في فهم القرآن الكريم أو لفهم القرآن الكريم: إن القرآن الكريم عربي، ولما كان كذلك كانت قواعد العربية طريقا لفهم معانيه، وتتمثل هذه القواعد في علوم اللسان العربي، وهي متن اللغة والتصريف والنحو والمعاني والبيان. ويأتي بعد هذا استعمال العرب المتبع من أساليبهم في خطبهم وأشعارهم. ولهذا كان على كل من أراد أن يفهم القرآن الكريم أو أن يتصدى لتفسيره أن يعنى بكلام العرب، شعره ونثره. قال السمرقندي: وإنما يفهم بعض معانيه ويطلع على أسراره ومبانيه من قوي نظره واتسع مجاله
واتسع مجاله في الفكر وتدبره، وامتد باعه ورق طباعه، وامتد في فنون الأدب وأحاط بلغة العرب. قال الله تعالى قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. فحتى يتأتى فهم القرآن لا بد من فهم العربية، إذ العلم بلغة العربي واجب على كل متعلق من العلم. إذ العلم بلغة العربية لغة العرب واجب على كل متعلق من العلم والقرآن بالقرآن والسنة والفتيا. ومما يدل نورد هذه القصة تدل أن على أن العربية ضرورية لفهم القرآن، القصة التي أوردها السمرقندي، وهي أن أبا يوسف القاضي قال للكسائي مرة: لو تفقهت يا كسائي كان أنبل لك. فقال الكسائي: يا أبا يوسف إني سائلك عن مسألة. قال: وما مسألتك؟ قال: ما تقول في رجل أقر أن لفلان علي 100 درهم إلا 10 دراهم إلا درهما، كم ثبت عليه من الإقرار؟ قال: 89 درهما. قال الكسائي: أخطأت يا أبا يوسف. قال: لما؟ قال: لأن الله تعالى قال في كتابه: قالوا إن أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إن لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. أخبرني يا أبا يوسف، المرأة مستثناة من القوم أم من الآل؟ قال: من الآل. قال: فكم ثبت عليه من الإقرار؟ قال أبا يوسف: قال أبو يوسف: صدقت، ثبت عليه من الإقرار 91 درهما. في الأخير، يعني هذا ملخص للورقة البحثية. أشكركم على الإنصات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.